هذه الاطراف في كل مكان لو ما حبيت في برنامجنا طريق الخلاص بيجيب كل يوم الاحد من الساعة 10 للساعة 12 عبر قناة حصل تي في. مشاهدين بتاعتنا اليوم محتاجين نتكلم about موضوع مهم وموضوع حساس لنا احنا كمؤمنين. اليوم احنا عايزين نتكلم عن محبة. احنا لو شفنا بعض محبة واحنا تكلمنا عن محبة، المحبة هو واسع. احنا بنشوف كلمة بتاعت محبة عبارة انت بتعبره لحبيبتك ولزوجتك ولانت بتعبره لصاحبك او صديقتك، لكن المحبة انت اول انسان انت بتحبه. انا متأكد ربي يسوع المسيح لانه الله وكيل بين المحبة بتاعه، بين المحبة بتاعه لنا. الله بين المحبة بتاعه ما بين العايزه لكن ما بينه لنا احنا كأيام بتاعه. عشان كده اليوم احنا عايزين نتكلم about محبة. so قبل ما نمشي قدام احنا عايزين نطلع فاصل قصير واحنا بنجي نتكلم برنامج بتاعنا. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة تانية. زي ما احنا اتكلمنا انه احنا ليلة قاعدين نتكلم عن محبة في برنامجنا طريق الخلاص اللي بيجيكم كل يوم الاحد من الساعة 10 للساعة 12 على قناة حصل تي في. مشاهدين بتاعتنا زي ما قلنا احنا قاعدين نتكلم عن المحبة. احنا كلنا لو انت عندك كتاب المقدس شوف مالك في كتاب المقدس في انجيل يوحنا اصحاب 3:16 آية معروفة لكل زول، لأن هكذا حب الله العالم حتى أبطل إبنك الوحيد لكي لا يحمي كل من يوم ببطل كل من عن حياة الأبطل. أنت اللي شفت محبة بتاعت ربنا لنا تفوت أي محبة. أنا متأكد في كلمة بتاعت محبة، كلمة بتاعت محبة له 3 معاني. أنت لو فهمت كلمة بتاعت محبة، لأنه إحنا هسا العاشين على وجه بتاع الأرض احنا ما قاعدين نحب، لأن احنا قاعدين نكذب بنقول احنا قاعدين نحب لكن احنا ما قاعدين نحب. لأن محبة في 3 صفات، انت لو قدرت تحقق 3 صفات بمعنى انت قاعد تحب. ما في زول قدر يحقق 3 صفات الا ربنا يسوع المسيح. واحد في محبة انت بتضحي من اجل زول. انا متأكد الليلة انت ما بتقدر تضحي من اجل حبيبتك ولا حبيبك ولا اخوك، لكن ربنا ضحى من اجلنا. اثنين، الله كمل وعد بتاعه الكامل مع عقبه. يعني الليلة احنا بنفكر بنوعد، احنا بنوعد لكن احنا قادرين نكمل وعد بتاعنا، لكن الله قدر يكمل وعد بتاعه لنا. ثلاثة، إنه الله قدم حياته من أجلنا إحنا كمؤمنين. هل أنت قد تسمع لأنت قد تشاهد حصل ستيفي؟ هل أنت قبل كده ضحيت من أجل زول؟ هل أنت قدمت نفسك من أجل زول زي ما يسوع قدم نفسه بتاعه؟ لأنه محبة أنت قد تشاهدنا. أنا ده نوجه عبارة بتاعت المحبة احنا كمؤمنين ولحنا كشعب بتاعت ربنا. في حسادة كتير في وسط بتاعتنا، حسادة كتير في غيرة، في كراهية، في شيلوا ناس في قلب، ده كله قد يحصل بيناتنا احنا كمؤمنين. محبة ما في إطلاقها. الليلة انت بتلقى الزهد بتاعك انه في حاجة هو عايز منك شيء، لكن انت انك انت قد تقول ما في. هل انت قد تحب ربنا؟ هل انت قد تحب اخو بتاعك؟ لا. احنا لو شفنا في وصايا الله العشرة كان هم 10 وصايا، لكن في مجيء بتاعت ربنا لقى حب الله وحب قريبك كما نفسك. احنا لو شفنا تاني في كورنثوس الاولى اصحاح 13 ايات 13 يقول يثبت فيكم 3 محبة وإيمان ورجاء، وأعظم بتاعه هو المحبة. يعني إنت لو إنت قاعد تتنبأ، إنت قاعد تتونس بألسنة، إنت قاعد تنزل ملائكات بالتسبيح بكل حاجة، لكن إنت ما عنده محبة
internet. İki öyle anlamda ikize hadi talbi dediği de bir amul kalan farik. Yani ehme ne şükme kitabı muhatizde muhabbakat ya khatti khataya bitaatla. Müşahidin bitaatla. Aliyan ehme gadeyim adlı misala indahin Hasalas TV. İmmi khalina lahib bağlı. İzin temada tahib. Akid. انت معي حاجة في انا بتاع خبر لانه كتاب المقدس ذكر اباط محبة اربونية مرة في احد الجديد عشان كده اختي واخويا اللي قاعدين يشاهدونا اليوم بموضوع بسيط اتكلمنا اباط محبة وفي نهاية انا دير نقول انه انت برا اذا كان ما تحب اخوك هذي اذا كنت انت شايف زول في قلبك أرجو بلوغ معلش وأبدا حبك لأن بالصفة بتاعتنا بتاعت ريال بنات خبرة سو مشاهدين الكرام إحنا بنحصل لنهاية بتاع البرامج بتاعتنا كونوا معنا وانتظرونا للحلقة الجاية كان معكم في برامج جيري سيزر وفي كاميرا التصوير إيمانويل Sabina.